والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن رحلة الحج. رحلة الحج هي رياضة حقيقية للإنسان يمشي فيها ويتحمل أعباء الحر والزحام ويتجرد فيها من شهوات الدنيا وزينتها ومتاعها، فهي بمثابة رحلة من الخشوع والتركيز الذهن وتفريق ما تراكم في باطن الإنسان خلال السنوات الطويلة من انفعالات نفسية وما خلفتها من أثار. قد كشف بعض الباحثون عن فوائد عديدة للحج، حيث لاحظوا أن القيام بهذه الرحلات الرائعة يزيد الطاقة الفعالة لدى الإنسان. ونتذكر قول الحق عز وجل، يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله والله أعلم.